إذا المشاهدين، بعد ساعات على استهداف إسرائيل لمخيم للنازحين ليلا وسقوط العشرات بين قتيل وجريح عقب اشتعال النيران في الخيام، أثارت تصريحات البيت الأبيض حول الغارة الإسرائيلية الكثير من التساؤلات، خاصة عندما اعتبر أنها لم تتجاوز الخطوط الحمراء وأن ما يجري في رفح لا يمكن أن يصنف على أنه عملية برية كبيرة. فما المقصود بالعملية البرية الكبيرة وفقا للبيت الأبيض؟ جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض كشف أن المقصود بالعملية البرية الكبيرة هو دخول الجيش الإسرائيلي مدينة رفح بأعداد كبيرة في أرتال وتشكيلات عسكرية، مضيفا أن مثل هذا التصرف سيؤدي حينها إلى تغير في السياسة الأمريكية، مؤكدا أن تصرفات إسرائيل هنا لم تصل بعد إلى ذلك المستوى على حد تعبيره. وكانت إدارة بايدن حذرت سابقا إسرائيل من شن هجوم عسكري واسع النطاق في المناطق المكتظة بالنازحين الذين كانوا اتبعوا أوامر إسرائيل بالإخلاء إليها. ووصلت التحذيرات الأمريكية إلى التهديد بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة إذا قامت قواتها باجتياح بري كبير لمدينة رفح دون خطة ذات مصداقية لحماية المدنيين. وأشار كيربي إلى أن التصريحات العسكرية الإسرائيلية في رفح تجري على طول ما يسمى بممر فيلادلفي الذي يقع على مشارف المدينة وليس داخل حدودها. كيربي هنا أكد أن ما يجري حاليا في رفح لا يمكن اعتباره عملية برية كبيرة، وهذه الدبابات تتحرك على طول الخط الحدودي مع مصر في محاولة للضغط على حماس، مستهجنا في الوقت نفسه تشكيك البعض في محاولة الجيش الإسرائيلي ملاحقة حماس بطريقة دقيقة ومحددة حسب قوله. الإسرائيليون قالوا إن الأمر كان خطأ كارثيا وإنهم سيحققون في الأمر وسندعمهم بفعل ذلك، ولكن كما قلنا وقال أيضا جيك سوليفان إننا لا نرغب بأن نرى أي عملية برية واسعة النطاق في رفح قد تصعب كليا على الإسرائيليين أن يطاردوا حماس دون إحداث ضرر كبير وعدد كبير في الوفيات. لم نرى أن الإسرائيليين يقومون بعملية شاملة في رفح، لكننا نراقب الأمر من كثب. مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة للمندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي وهي توقع على قذيفة في شمال إسرائيل، وتظهر الصورة هيلي وهي توقع على القذيفة بأقضي عليهم، مضيفة أن الولايات المتحدة تحب إسرائيل دائما مرفقة بصورة قلبه. وحققت الصورة أكثر من 2 مليون مشاهدة وأثارت غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أشاد وزير التراث الإسرائيلي عمياحي إلياهو بدعم هيلي لإسرائيل والوقوف إلى جانب تل أبيب في حرب على غزة. والتقطت صورة هيلي خلال زيارتها إلى شمال إسرائيل لإبداء تضامنها مع تل أبيب في الحرب على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان. كشفت الصحيفة واشنطن بوست أنه وبعد خلافات حول تقرير حكومي نشر مؤخرا وادعى أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قدمت مسؤولة في الخارجية الأمريكية استقالتها. الصحيفة قالت إن المسؤولة في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية ستايسي جيلبرد أرسلت بريدا إلكترونيا إلى الموظفين قالت فيه إن الوزارة أخطأت في استنتاجها أن إسرائيل لم تعرقل دخول المساعدات إلى غزة لتبرير إرسال الأسلحة إلى تل أبيب. وقالت جيلبرت في استقالتها إن منظمات الإغاثة والمنظمات الإنسانية أكدت أن إسرائيل تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة، واستمر تقلص تدفقات المعونة في الأسابيع التي سبقت صدور التقرير الذي لم يجد أسبابا كافية لوقف المساعدات لإسرائيل. واشنطن بوست قالت إن سبب الاستقالة غير عادي لأنه يتحدث عن معارضة داخلية بشأن تقرير مثير للجدل اعتمدت عليه إدارة بايدن لتبرير الاستمرار في إرسال أسلحة إسرائيل. لمتابعة
لمتابعة هذا الموضوع من لندن معنا أستاذ القانون الدولي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد عجاج. أهلا بك معنا دكتور أحمد. قانونيا كيف يمكن التعاطي مع إسرائيل التي لا تنصاع لأي قرارات؟ قررت محكمة العدل الدولية، نتحدث عن مذكرة استدعاء لنتنياهو، هذه القرارات كلها لم تنصاع لها إسرائيل. قانونيا ما كيف يمكن التعامل معها؟ والله صعب جدا كيف نتعاون معها. يعني إسرائيل كما قلت كل المحاكم أصدرت قرارات ضدها، وكل الناس يدينونها، وكل العالم يطلب منها وقف القتال، ولكن في النهاية لا توجد شرطة دولية تجبرها على وقف هذه الممارسات. وأنا برأيي الجميع مدان، يعني أنا لا أدين فقط الولايات المتحدة الأمريكية بل أيضا الصين وروسيا، لأن هؤلاء الدول الخمس في مجلس الأمن الدولي هم المولجون بوقف هذه المأساة الإنسانية. تنفيذ القانون مولج بهم وحدهم، القانون أصدر رأيه عبر المحاكم. الآن يجب على الدول التي تقول أنها هي في مجلس الأمن وتمثل العالم وهي الدول الخمس أن تتفق وتوقف هذه المجزرة الإنسانية المستمرة منذ شهور وشهور وربما قد تصل إلى سنة، والعالم يقول ندين ولا ندين وهكذا، وشيء مأساوي جدا. طيب دكتور أحمد، أنا هحاول أبسط السؤال وأطرح لك الفكرة اللي قاعدة تدور في بالي، يمكن هي تدور في بال كثير من اللي يتابعونا. الآن في قوانين دولية يجب على هذه الدول التي تقول بأنها دول كبرى أن تنصاع وتمتثل بهذه القوانين في تعاملها مع دول أخرى، ولكن لما الموضوع يدخل بإدارة ديمقراطية، رئيس يقول أنا صهيوني، وزير خارجية يقول أنا يهودي، الأمر خرج من الأعراف الدبلوماسية القانونية إلى مصالح شخصية عقائدية. هنا كيف يمكن التعامل مع مثل هذه الحالة كدولة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا؟ طبعا يعني المسألة يجب أن نفصل بين السياسي والقانوني حسب سؤالك. يعني القانوني هو واضح جدا أن إسرائيل هي المتهمة الآن وليس الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية متهمة بأنها تؤيدها وتدافع عنها، لكن الذي يرتكب المجازر بالقانون هو إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تدعي أنها تدافع عن نفسها وتفسر القانون كما يحلو لها، ونحن نعرف أن المحاكم أصدرت قراراتها بهذا الشكل. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فهي مسألة سياسية، الآن موسم انتخابات، وهناك يعني في الديمقراطيات الغربية معروف أنه يجب للرئيس أو للحزب لكي يفوز يجب أن يحصل على دعم الناخبين، ولكي يصل إلى الناخبين يحتاج إلى المال ويحتاج إلى الدعاية، والمال والدعاية يملكها أصحاب الشركات، وأصحاب الشركات معظمهم مؤيدون لإسرائيل أو متعاطفون معها، وبالتالي فهذا الرئيس يحتاجهم، وبالتالي أصبح خاضعا لطلباتهم، وهو عدم الضغط على إسرائيل في هذه المسألة والاستمرار بتزويدها بالسلاح. والإدارة الأمريكية كما تعرف في السياسة يستخدمون عبارات غامضة، يعني هناك خطوط حمراء، يعني بايدن قال أن الدخول إلى رفح خط أحمر لكنه لم يحدد الخط الأحمر، لكن عندما حدثت المجزرة أمس قال أن الخط الأحمر هو أن لا يدخلوا كما تفضلتم وشرحتم في تقريركم بحشود عسكرية كبيرة وعلى عدة الجبهات، بمعنى آخر أنه القتل بالمفرج دائد والقتل بالجملة ممنوع. يعني هذا شيء مزري جدا، ولكن هذه هي السياسة، ويبدو لي أن الولايات المتحدة الأمريكية سواء بقي بايدن أو جاء ترامب ستبقى مؤيدة لإسرائيل لأسباب تتجاوز يعني إسرائيل. إسرائيل دولة مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أن حماس هي التي بدأت هذه المعركة ويجب تصفية حماس، وكل هذه المماطلة من الأمريكيين هدفها واضح جدا هو إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لتصفية حركة حماس حتى لو استدعى الأمر أن تبقى سنة كاملة هذه الحرب. الضوء الأخضر هذا جاء من وين؟ جاء من القيادة الأمريكية ومن بقية الدول في العالم كلها، يعني حتى أنا برأيي روسيا وحتى الصين مسؤولة عما يجري، لأن هذه دول كبرى بوسعهم أن يوقفوا هذه الحرب. يعني عندما يصبح تهديد حقيقي من هذه الدول الفاعلة قد تتوقف. طيب هذا الكلام، الصين لها مصلحة بذلك وروسيا لها مصلحة بذلك. طيب أنا حابة أسألك الآن، ما في يعني هم يضحوا بقادة، يعني إذا تكلمنا بأكثر صراحة، قاسم سليماني، نتحدث الآن عن الرئيس الإيراني التي لم تتضح حقيقة أسباب وفاته، هل هي تصفية أم هي فعلا حادث طائرة؟ يعني بمعنى أريد أن أقول بأنه إذا كانوا يريدون تصفية أشخاص فهم قادرون على هذه التصفية، ولكن ذلك حسب معادلة معينة سياسية يتم الاتفاق عليها.
على ماذا اتفقوا حتى يقرروا الآن أن يصفوا حماس؟ وهل كانوا ينتظروا أن حماس تعمل حركة 7 أكتوبر عشان يتخذوا قرار التصفية؟ يعني لا نعرف إن كانوا يعرفون أن حماس ستشن هذه المعركة أم لا، لكن الذي نعرفه أن حماس شنت هذه المعركة وأعطت زريعة من خلالها إلى إسرائيل أن تشن هذه الحرب. ويبدو لي أن إسرائيل كانت تخطط لها منذ زمن طويل بهدف يعني إخراج الفلسطينيين كليا من المناطق التي تعتبرها إسرائيل هي جزء من دولتها الكبرى. لكن لماذا هم لا يستطيعون أن يصفوا حركة حماس؟ هذا سؤال يعني أصبحنا نعرفه، لأن إسرائيل كما قلت لك حماس هي مجرد الذريعة. نعم. القضية الأكبر هي الاستيلاء على الأراضي، وإلا كيف كان نتنياهو يسمح لي يعني لحماس أن تحصل على المساعدات المالية وأن يتعامل هو من غذاها من الجانب الاقتصادي. طيب هل من وجهة نظرك، يعني طالما قلت بأن روسيا مستفيدة، الصين مستفيدة، ما هي الاستفادة الحقيقية الروسية والصينية للصمت، لأنهم صامتين أمام ما تقوم به على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل؟ تقاسموا ماذا في المنطقة؟ يعني أولا في السياسة عندما يخسر عدوك أنت تكسبين، والولايات المتحدة الأمريكية الآن تخسر في منطقة الشرق الأوسط، تخسر سمعتها الأخلاقية، تخسر تعاطف الشعوب، تحرج يعني الحلفاء بسياستها العمياء، وهذا يعني مكسب حقيقي لروسيا وللصين. وبالتالي أمريكا تستخدم قوتها العسكرية وأسلحتها وأجهزتها كلها في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تريح الصين من محاصرتها في جنوب وشرق آسيا، وكذلك روسيا في أوروبا. طيب. لهذا الأمر هم يريدون لهذه الحرب أن تستمر، لأنها تريحهم وتجعلهم يكسبون. طيب دكتور أحمد، إجابة مختصرة، هل ممكن أن يتكرر سيناريو انهيار عصبة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية في سيناريو واستمرار ما يجري الآن في قطاع غزة من جانب إسرائيل والدعم المطلق لها من جانب أمريكا؟ هل هذا وارد؟ لا على الإطلاق. يعني هؤلاء الخمسة يجلسون على الطاولة ويتقاسمون العالم، لكنهم يخرجون ويظهرون لنا أنهم يتقاتلون. عندما يصبح الأمر خطر حقيقي يجتمعون ويحلون مشاكلهم، ولا مشكلة على الإطلاق. هم يوزعون المصالح على بعضهم كما شاهدناها أيام الاتحاد السوفيتي. المشكلة على الدول الأخرى التي عليها أن يجب أن تفهم أن العالم تغير وعليها أن تغير سياستها. نعم، شكرا جزيلا دكتور، أستاذ القانون الدولي والبحث في العلاقات الدولية دكتور أحمد عجاج. شكرا لك.